طيب على هذا متى يقرأ المأموم؟ إذا كان الإمام يسكت قرأ الفاتحة في أثناء سكوته، وإن كان لا يسكت والمأموم يرى وجوب القراءة عليه حتى في الجهرية، فماذا يفعل المأموم وكيف يقرأ؟ متى يقرأ؟ قال الشيخ عبد العزيز: وإن كان لا يسكت وجب عليه أن يقرأها ولو في حال قراءة الإمام. وقال الشيخ العثيمين: الأفضل أن تكون قراءة الفاتحة بعد قراءة الإمام لها، لأجل أن ينصت للقراءة المفروضة، يعني ينصت للفاتحة المفروضة وبعد الفاتحة يقرأ ولو شرع الإمام في الأخرى. على قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره أنت تنصت إذا قرأ الإمام. طيب إذا سكت الإمام ممكن أن تقرأ.